لله اليوم كانت تجربة كويسة. طراد أول مرة ينزل في الكورس، طراد جديد، ديزاين جديد. Was good today. First time in the water with the Victory boat. We managed to take the first time, but still a lot to work tonight for the balance because we are. اسرع طبعا البوت، بس بحاول اتعود عليه خاصه في اللفات، لانه ما شاء الله وايد بتشلل البوت، بس شوي شوي ان شاء الله بتعلم عليه، بس احتاج شويه وقت اتمرن وان شاء الله اضبط. خلكم معانا وخلكم مع الفيكتوري.